أيضا في هذه الندوة نشكر لكم حضوركم واهتمامكم في مشاركتنا التفكير في موضوع الندوة. اسمحوا لي بداية قبل أن أبدأ الحديث عن الندوة أن أشكر باسم مركز الرأي للدراسات ومنتدى تطوير السياسات الإخوة المشاركين والمتحدثين والمهتمين والحضور. في الحقيقة لأنه يعني نعتقد أنه مجرد اهتمامكم يشكل إضافة نوعية في كل المعلومات اللي ممكن نحصل عليها من خلال هذه الندوة. أيضا اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لفريق العمل وللداعمين أيضا لفريق العمل من الطرفين، رئيس مجلس إدارة الرأي معالي الأستاذ العايد، وأيضا سعادة الأستاذ الدكتور طلال أبو-غزالة رئيس المنتدى ورئيس الجامعة طلال أبو-غزالة، أيضا على جهودهم الجيدة والرائعة في دعم كل الجهود اللي بذلت في هذا المجال. اللجنة التحضيرية أيضا من الفريقين، رئيس اللجنة التحضيرية سعادة السيد نبيل الدلهوني، سعادة السيد حسن أبو نعمة، الفاضلة كرم عبد اللطيف، دكتورة رشاد دياب، والدكتور هشام غرايبة. من الرأي أيضا الزميل هادي الشوربي والفاضلة هنادة الغطاية. طبعا مثل ما بتعرفوا عنواننا اليوم راح يتناول موضوع غاية في الأهمية. تحدثنا فيه مطولا في الأردن وأكد من وقت أصحاب الخبرة والرأي من أمثالكم الكثير، لكن للأسف لا زلنا نراوح مكاننا في هذه القضية، أو على الأقل لم نحقق النتائج المرجوة في قضية ربط مخرجات التعليم أو العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل. ومثل ما بتعرفوا جميعا في معظم دول العالم المتقدمة أو على الأقل اللي خطوات متقدمة في المجالات التعليمية والاقتصادية كان من الأهمية بمكان ربط الواضح ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. لن أطيل عليكم، اسمحوا لي بداية أن أقدم بالكلمة الافتتاحية لتكون لرئيس جامعة طلال أبو-غزالة ورئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية سعادة الدكتور طلال أبو-غزالة، الذي تفضل مشكور. اليوم نحن في يوم هام. أولاً نحن تأخرنا قليلاً، ننتظر الشباب في مجموعة الشباب مختارين من عدة هيئات ليشاركوا معنا وهم على الطريق، فنحن في انتظارهم. أيضاً اليوم طبعاً في إضراب من بلاد المعلمين، واتصل بي معالي وزير التعليم العالي واعتذر بسبب الوضع، وهو طبعا نفسه معنا ونتشرف بأن ارتدت معالي أمين عام الوزارة ليكون مكانه بسبب الظروف التي نشارك فيها. كنا نتمنى أن يكون التعليم آخر قطاع يصل له الإشكال الذي نعيشه في الأردن، ولكن هذا هو قدرنا. ولذلك أنا اليوم يعني إذا تسمحوا لي، هي كلمة ندوة غلط، إحنا في لقاء بين مجموعة من قادة الرأي في مجال التعليم على المستوى الحكومي والأكاديمي. وأنا أود أنه اليوم خصوصا تحت ضغط هذا الوضع أن نخرج بأشياء محددة وأشياء قابلة للتطبيق، غير عن قرارات القادة السياسيين
وغير عن القرارات الإعلامية التي فيها كثير من الجمال ولكن ليس فيها ما يمكن تطبيقه. فأنا أريدنا كمجموعة وأنا أمامنا نحن هنا أمامي كوكبة من القادة أن نفكر كيف نستطيع أن نقود عملية تغيير. نحن هنا في كل ما على هذا الجدول يجب أن ننظر له من باب التغيير. وعندما نقول التغيير كما قال أحد الحكماء ليس لأن الشيء فاسد فقط أو غير صالح ويجب أن نغيره، بل بالعكس لأنه إذا كان صالحا يجب أن يكون أكثر صلاحية. فالتغيير هو المطلوب، وأنا أتمنى أن نخرج من هذا المنتدى، من هذا اللقاء، من هذه ورشة العمل باقتراحات للتغيير. نحن محتاجين للتغيير في كل مجال، في موضوع التشريعات، وهذا أحد المواضيع المطروحة اليوم. التشريعات لا يعني مخجل أن يكون شرط تأسيس جامعة 400 دينار و 5 ملايين دينار، وما زلنا نعيش في هذا الوضع الذي يخزي عندما نقول للناس أن شرط تأسيس الجامعة هو هذه الشروط العقارية. نحن في مشكلة بأننا، ويسمح لي أساتذتي وزراء التعليم والتعليم العالي الحاضرين وهم أكثر مني علما، نحن دور نحتاج إلى إعادة صناعة وزارة التعليم والتعليم العالي. في أمريكا وزير التعليم العالي لا يتدخل في مناهج الجامعات، لا يتدخل في تقرير سياسة الجامعة، دوره إدارة التعليم العام في القطاع العام، وهو عملية كبيرة جدا. وإذا كان يكون له دور فأنا أرى أن دوره يجب أن ينحصر في رقابة الجودة في الجامعات من خلال الاعتماد وبرامج الاعتماد وهيئات الاعتماد، أما مش شغل يقول شو تدرس وشو ما تدرس، وإذا كان أنا بسمح لك أو تفتح كلية وما تفتحش كلية. أنا عندي قطاع التعليم العام، هذا مسؤوليتي، أضف إليه أن أضع الجامعات والمؤسسة التعليمية أمام برامج الرقابة على الجودة المستقلة، وليست رقابة الجودة الحكومية، هذا موضوع آخر. إنما ما جعل هارفارد جامعة هارفارد ليس وزير التعليم في أمريكا، إنما إصرارها على الجودة من خلال اعتماد برامجها واعتماد شهاداتها من الهيئات التعليمية والهيئات المستقلة التي تعطي تقييم للجامعات. جامعة هارفارد قيمتها اللي مش لأن وزير التعليم في أمريكا أعطاها شهادة إنها جامعة متفوقة، ولو بده وزير التعليم يزور